أيها الأحرار العرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وآخر حلقة في الأسبوع ده من برنامج مصر النهاردة. وهنبدأه بتحية الحقيقة غنوها لرحابنا لمصر اللي كانت بتقول عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر، جوك معطر، بدرك منور ما بين الأمم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. العالم كله الحقيقة خايف، العالم كله مرعوب، العالم كله لغى المؤتمرات الدولية والدورات الرياضية، وكل المؤتمرات السياسية شغالة دلوقتي بالزوم وبالفيديو كونفرنس. عالم جبان خرع، ما عندوش زعيم ذكر خد القرار وراح بنفسه وافتتح كاس العالم لكرة اليد وبعت رسالة لكل العالم ان احنا ما بنخافش. لا مش بس كده، رسالته كانت لهذا القذر فيروس كورونا، فيروس كورونا القذر نفسه، بعت له السيسي رسالة وقال له اننا في مصر قادرين على التعايش معاك يا كورونا في محبة وسلام. منذ ساعات قليلة وصل الزعيم المفدى عبد الفتاح السيسي لافتتاح مونديال كرة اليد كما هو مبين. حقيقة شيء مشرف، لكن أنا لاحظت حاجة في الفيديو ده. الحقيقة يعني العربية رقم واحد، عربية السيسي رقم واحد. الراجل مش مصدق يا جماعة نفسه، الراجل مش قادر يصدق، فمدي نفسه لعربيته رقم واحد. حسني مبارك كان بيركب عربيات قسما بالله كنت صعب تحفظ رقمها، كانت 9-8 أرقام. عربية عبد الفتاح السيسي شوف النقص، حاطط عليها رقم واحد، واحد نمبر وان. يعني عبد الفتاح السيسي بينافس محمد رمضان. الحقيقة أولا دي أحدث عربية عند مرسيدس، حاجة جامدة جدي. مش ده المشكلة، عادي ربنا بيدي. إنما ليه رقم واحد؟ يعني أنت عايز تقول لنفسك إيه؟ ان انت المواطن رقم واحد في مصر يا راجل. على كل حال مش مشكلة، مجرد تفصيلية صغيرة، انما في افتتاح المونديال وامام الملايين القى عبد الفتاح كلمة افتتاح مونديال اليد. نسمع كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحوا لي ارحب بكم جميعا ضيوفا كراما على أرض مصر الكنانة في أكبر تجمع رياضي يشهده العالم حاليا، في رسالة نؤكد من خلالها بكم ومعكم أن العالم أصبح قادرا على التعايش في ظل الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا، وأننا سنتجاوز تلك المحنة بإذن الله
أكثر تماسكا وتكاملا في مواجهة مختلف التحديات، وأكثر تفهما لقيمة الحياة والتعايش السلمي والآمن بين الشعوب. بسم الله. وعلى طبعا حضرتك لو بتفهم لغة عربي ما تسألش عن المنطق، ما تقولش هو بيقول في الكلام ان العالم اصبح في حالة تعايش مع كورونا. ده كلام معناه ان احنا خلاص احنا وكورونا اتجوزنا بعض جواز كاثوليكي. انما في نفس الكلمة يقول وان احنا هنجتاز ازمة كورونا او جائحة كورونا. منين تعايشنا يا عبده ومنين هنجتاز؟ الله، ما تعايشنا خلاص، ما نجتاز بقى، ما علينا. واحد هيقول لي انت لابس نظارة السودة طول الوقت، وبعدين احنا هنخاف ليه؟ اذا كان السيسي نفسه، سوري قبل ما اكمل، هو ليه واقف ورا ازاز مضاد للرصاص؟ هو كان في حد قدامه في الاستاد يعني؟ ليه يا علي؟ علي ليه ما شالش الازاز الرصاص ده؟ مفيش حد قدامه، ده اللي قدامه عمال الاستوديو، عمال الصاله المغطاه. ليه علي؟ ليه يا علي تحرجونا قدام الناس وتحطوا ازاز مضاد للرصاص؟ ليه اذا كان السيسي نفسه قال احنا الحمد لله ما عندناش كورونا، وقال كده احنا تقريبا كورونا شبه منعدم عندنا، ده الكلام ده كان قاله لماكرون. اسمع كده لما قال لماكرون الكلمتين دول، العب يا علي. الاحترازية المشددة التي تطبقها مصر في تلك المقاصد، والتي جعلت معدلات الإصابة بفيروس كورونا بها تكاد تكون منعدمة. بس كده معدلات عندنا، إجراءات احترازية، ده كان بيقوله الماكرون في ديسمبر، معدلات الإصابة عندنا تكاد تكون منعدمة. ما شاء الله ما شاء الله. مش بس كده، من يومين وزيرته الخايبة النايبة قالت ده احنا يعني عندنا انخفاض ما شاء الله في الموجة الثانية. ده اللي قالته وزيرة الصحة هالة زايد. وزيرة الصحة يوم الاثنين 11 يناير قالت انخفاض وفيات كورونا في الموجة الثانية بنسبة 50%، رغم ان امبارح مستشار السيسي قال برضو وأكد انخفاض اعداد المصابين بكورونا صحيح وليس خادعا. ده اللي قاله عوض تاج الدين. خلينا لحد عوض بس، سيبك من الدين. طب الحمد لله طمنتونا، بس ده اخر كلام ولا في حد عايز يقول حاجه تانية؟ حد عايز يقول حاجه تانية؟ استنى، عضو لجنه الفيروسات امبارح قال جمله غريبه جدا مع رامي رضوان، قال اعداد الوفيات هي المؤشر الاهم في انتشار كورونا. اهو ده اللي قاله امبارح، أعداد الوفيات هو المؤشر الأهم في انتشار كورونا. لكن الراجل ده قال كمان أن مصر هي الأعلى في وفيات كورونا في الشرق الأوسط طبقا للصحة العالمية امبارح مع رامي رضوان. السؤال بقى، إزاي السيسي في ديسمبر يقول إنها منعدمة، وإزاي وزيرة الصحة تقول إن الأعداد منخفضة، وإزاي عوض تاج من غير دين يقول إن إحنا ما عندناش حاجة، بينما يطلع بتاع الفيروسات يقول ان معدل الوفيات عالي طبقا لوزارة او لجنة او منظمة الصحة؟ ازاي بقى الكلام ده؟ هناك ان العالية بتاع اللجنة العليا للفيروسات، مصر الاعلى في الوفيات، مستشار السيسي انخفاض اعداد المصابين بكورونا صحيح وليس خادعا. هاو كاو ماو. امبارح يا حضرات 11 شهيد من الجيش الابيض المصري في 24 ساعة بسبب كورونا. ده اللي قاله أمين صندوق النقابة، 11 دكتور في 24 ساعة أمين صندوق النقابة يكشف التفاصيل. يبقى إزاي منعدمة وإزاي انخفاض وإزاي ما عندناش؟ في حاجة في الموضوع،